هل تسقط صلاة الجماعة على من ابتلي ببخر في الأنف في الفم؟ إذا كان يتأذى به من حوله فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة ويصليها في بيته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا سننت مثل أكل البصل منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد. نعم.